احنا في الاول برضو بنتكلم على الجو العام الكروي. الجو العام الكروي انا لاحظت كنت مجمع بعض الحاجات عن الاول انتماءات رؤساء الانديه. انتماء انتماءات. رؤساء الانديه ممكن تبقى انت منتمي وده طبيعي ومش عيب، بس اعلانها يعني مثلا ده مش موجود في حته في العالم مش ده. موجود في حته. ما ينفعش مثلا رئيس نادي الاسماعيلي يقول لك انا افتخر باهلاويتي وعندي تصريح مكتوب في المصري اليوم وفي اليوم السابع موجودين، اللي هو يحيى الكومي، مهندس يحيى الكومي. مهندس يحيى الكومي احترامي للجميع، بس ما يعلنش لان انت تمام. مش مهندس فرج عامر بيعلنها قبل مباراه الاهلي وسموحه بيقول لك انا اهلاوي. طب انا دلوقتي كلاعب نازل اقول لو اتغلبت مش هيحصل مشكله. يعني انا ممكن يبقى فرق الغل الكروي امام مثلا الزمالك او فريق تاني غير لما العب قصاد الاهلي. تمام. انا عارف ان رئيس الاهلي ما عندوش اي غضاضه من هزيمه امام النادي الاهلي. تمام. بنلاقي مثلا اساتذه مع احترامي ليهم رجال اعمال زي محمد ابو العينين في مدرجات النادي الاهلي، ناس محترمه كل حاجه، بس برضو كلهم بيعملوا اعلان انا اهلاوي انا اهلاوي. وفي اكتر من رئيس نادي تاني كمان في طبعا اسكندريه كمان في طبعا في يعني مثلا حتى مدير الكوره في المولي مصلحي استاذ باشمهندس مصلحي برضه احنا ياما ساعدناه، وبرضه بتلاقي التوجه غريب حتى في الصفقات الميل لو احنا مقدمين نفس العرض بالظبط. يعني لو زمالك واهلي مقدمين نفس العرض هيميل برضه الكفه لانتماءاته. ده من ايام جده بقى باشمهندس محمد عادل اللي هو مدير كوره تاريخي في المقاولين بيعرف يقول انا اهلاوي جدا. طب ليه الاعلان؟ تمام. يعني في تصريح غريب لباشمهندس فرج عامر بيقول ان كامل ابو علي كان بيمول صفقه اشرف بن شرقي عشان يوديه الاهلي وبيأكد، واسلام الصادق راح جاي قال انا باكد المعلومه. بأكد المعلومة، يعني طب ما تجيبه للمصري. هو أستاذ كامل عبد ساعتها ما كانش رئيس المصري. لا ده الكلام ده السنة اللي فاتت. أيوه ما هو لسه جاي السنة دي. أيوه يعني يعني الراجل ده كان المفروض أنا عامل حساب إن أنا هدخل المصري أجهزه للمصري بقى، بعمل فرقة المصري أولى يعني. تمام. حتى لما تيجي مثلا تلاقي فرقة زي الجونة مثلا كان بيسموها الأهلي به لما حسام غالي جه جاب رديف الأهلي مع البتاع. فده اللي بتكلمه على إن أنت يعني الجو العام الكروي يحسسك إن في انتماءات، يعني ما ينفعش يبقى فيها الجو الانتماء. تمام. نروح بقى للنقطة المهمة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها، وأنت هاخد الخيط اللي أنت نهيت بيه عن باشمهندس عادل القيعي. باشمهندس محمد عادل القيعي مهندس زراعي. وكانت أول صفقة اللي هي علمت بعد طار الشيخ. كان كابتن طاهر الشيخ دي سنه موسم 73 74 النادي الاهلي طلب طاهر الشيخ، كان بيكون فرقه طبعا فرقه من نجوم مصر كلها، فطلب طاهر الشيخ طلبه رقم كبير جدا 50,000 جنيه. الرقم ده في ساعتها كان مهول طبعا يعني مثلا رهيبة. 50 مليون جنيه دلوقتي. فطبعا الاهلي قال لك ده احنا اخيرا ندفع 5 10 الكلام ده ما ينفعش. فعمل حاجه لطيفه جدا ان هو عمل اقترح على طاهر الشيخ انه يعمل له هجره لكندا، يقول لهم انا هعتزل الكوره. راح للنادي الاولمبي قال لهم انا خلاص هعتزل الكوره ومش هكمل كوره في مصر، انا عملت ورق الهجره. وبالفعل سافر كندا حتى اتجوز ناس من نسايب الباشمهندس عادل القيعي، وسافر على كندا ما كملش سنه ورجع للاهلي الموسم اللي بعديه. بجد والله؟ والله ببلاش. معروفه ببلاش. ولم يتم قيده في الاولمبي. خلاص ما هو كده هم ادوا له الاستغناء لان هو هيعتزل خلاص راح كندا. انا هاجر. ورجع ده اول كوبري في التاريخ كده؟ ده اول كوبري في التاريخ، وده خلوه بعد كده ثعلب الصفقات ومهندس الصفقات. ولكن كان انتهى عبد المنعم البقال من فتره حقبه 40 سنه كان برضه عنده الطرق الملتويه، بس ما كانش فيه احتراف يعني. بدايه بقى ان انت يبقى فيه عقود وكده واللعيب يبقى ملتزم بسنه وسنتين، فكانت ديت اول كوبري. وبعد كده هنشوف ازاي يعني الصحافه والاعلام بيتخذ موضوع الكوبري مع انه مخالف للوائح الفيفا، بس بيتكتب عادي حتى في صفحه الاهلي. لو هتلاقي مثلا في خبر في مصر اليوم بيقول لك الترانزيت سر قوه صفقات الاهلي، يا ريت لو احنا عندنا وده اساسا قانونيا مخالف. قانونا مخالف يعني اشلي كول اتعمل عليه غرامه 350 الف استرليني والنادي 900 الف استرليني عشان قعد معانا كمان شاشه. تمام. يعني مثلا كان في تقرير عاملينه في المصري اليوم ان عمرو السوليه لما الاسماعيلي رفض الاهلي جاب له في نادي الشعب الاماراتي. بالظبط. راح سنه ورجع. راح ست شهور ورجع. ست شهور ما كملش سنه. وكان على فكره ادى الست شهور وحش جدا هناك. وجون انطوي لما برضه الاسماعيلي رفض راح الشباب السعودي عقده ورجع بعد ست شهور. تمام. حتى في صفحه الاهلي نيوز كاتبه على نهج عمرو السوليه اقتراح اهلاوي يقرب صفقه جديده بطريقه الكوبري. يعني في اعتراف ضمني غير بقى الاينو
اللي اتاخد كده وقعد يحلف على المصحف. اسلام الشاطر، عماد النحاس، سيد معوض، كل دي كباتن. شريف عبد الفضيل. لا شريف عبد الفضيل كان يحلف. لا كانت خناقه. وبعد كده فتحوا الساعه 5 الصبح. دي هو الشريف نفسه قال كده. انا بتكلم على الكوبري بقى. انا مش شريف عبد الفضيل قال نفسه، قال انا 5 الصبح اتفتح البتاع عشان اتأيد. دي وحتى عبد الله السعيد على فكره. نرجع فيها للتحكم. عبد الله السعيد اللي بيتقال عليه دلوقتي انه خاين وبتاع. عبد الله السعيد نفسه عمل مشكله في الاسماعيلي عشان يجي الاهلي، وخبوه امتنع عن التمرين، خبوه في مكرم العبيد. وخبوه في مكرم العبيد، في شقه في مكرم العبيد. انا بتكلم على ان الاعلام والصحافه والجمهور اتفقوا اتفاق ضمني ان موضوع الكوبري دي شطاره، مع ان هي مخالفه. تمام. تهبط بالفريق اذا اثبت وكان عليه. وكان اخرها كهربا. اذا ادين، ما اخر حاجه كهربا، اذا ادين. وبيقولوا ان امام، يعني في بيتكلموا ان امام عاشور كوبري. وبيتكلموا على ان مصطفى فتحي راح التعاون كوبري، يعني في يعني اللي هو النهج ده. ماشيين على النهج. وفي بدل ما مثلا تلاقي صحفي يقول لك يا جماعه لو اثبت الموضوع الكوبري دوت المفروض كاتحاد الكوره المصري يعاقب. يعني دي صفحه الاهلي نيوز على نهج عمرو السولية، اقتراح اهلاوي يقرب بص صفقة جديدة بطريقة الكوبري. يعني الاهلاوية عارفين ان احنا بنعمل كوبري. يعني ده بنعمل حاجة مخالفة، يعني عندنا مخالفة، مع ان دوت بيقول لك يهبط بالنادي اللي بيعمل دوت الى الدرجة الادنى. تمام. يعني اللي بيتكلم على موضوع كهرباء يعني او كده، لا هو في اعتراف اذا كان كهرباء او غيره ان في كوبري فعلا بيتعمل على كذا مرحله. طب ايه هو يقول لك ايه وانت لو عايز تثبت؟ طب احنا عندنا فيديو. انا فاكر كابتن سيد معوض برضو كان هيروح الاهلي، يروح الاهلي لغايه كده في الاخر راح تركيا قعد 3 شهور ورجع. حتى بيقول لك ما لعبتش غير ماتشين عشان برضو خاف على نفسه.